تقدم حثيث تحرزه القوات الحكومية باتجاه مدينة الحديدة. المعارك المتقطعة دارت على مدار الساعة الماضية في مديرية التحيط الساحلية الواقعة إلى الغرب من مديرية زبيد. الأنباء الواردة من التحيط تفيد بأن مقاتلين ينتمون إلى ألوية العمالقة سيطروا على المنطقة الجبلية الواقعة على خط المغرس بين مدينة زبيد التاريخية والتحيط وقطعوا الخط الرابط بينهما. وسبقت هذه السيطرة عمليات قصف من قبل مقاتلة التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المغرس وفي المناطق المحيطة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير عدد من آلياتها العسكرية وفي فرار من تبقى من تلك العناصر إلى شمال مديرية زبيد. ميليشيات الحوثي، انظروا كيف تم حفر الخنادق. العديد من المواقع والتحصينات التي خلفتها الميليشيا تشهد على استعدادات لمعركة لم تطل في هذه المنطقة، وتشهد عليها أيضا هذه الكميات من الألغام التي باتت تحت سيطرة الجيش. وتأتي هذه التطورات العسكرية في إطار المعركة المفصلية المنتظرة للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها وفقا للأهداف المعلنة حتى الآن من جانب التحالف الذي كثف من ضغوطاته بشأن إنهاء ما يصفها بعملية تهريب مستمرة للأسلحة والصواريخ عبر هذا الميناء. الإنجازات العسكرية في جبهة الساحل الغربي تتم بوتيرة بطيئة وتستند في مهامها القتالية على ما يعرف بألوية العمالقة التي ينتمي أفرادها إلى المحافظة الجنوبية وكتائب المقاومة التهامية، بالإضافة إلى الوحدات التي تشكلت حديثا باسم ألوية حراس الجمهورية وهي الشتات من القوات الموالية لرأس النظام السابق. الرابط الأوثق الذي يجمع هذه القوات المتنافرة يتمثل في الدعم المقدم من التحالف وبالأخص من الإمارات التي تشق في منطقة الساحل الغربي للبلاد جبهة عسكرية منفصلة عن سائر العمليات العسكرية التي تدور في مختلف جبهات القتال في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية. أكثر من علم مرفوع في معركة مصيرية واحدة، تلك هي السمة الغالبة على جبهة الساحل الغربي التي تتكرس أهدافها المنفصلة على الرغم من الاتحاد الظاهر مع الأولويات المعلنة للسلطة الشرعية.